يواصل معرض القاهره الدولي للكتاب في اليوم التاسع استقبال محبي الثقافه والقراءه من جميع انحاء الجمهوريه، وشهد مركز مصر للمعارض الدوليه توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهره الدولي للكتاب، وذلك وسط منظومه متكامله من الخدمات، واصطف زوار معرض القاهره للكتاب في طوابير ممتده امام البوابات وسط حرص أو حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام وتقام فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتستمر حتى السادس من فبراير الجاري